بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مع مقرر ديناميكا حرارية وموائع. الدرس الأول Energy and Energy Transfer، المحاضرة السابعة. كنا قد بدأنا في الحصة الماضية تعريف Energy Transfer by Work. نحاول خلال هذه الحصة إكمال ما بدأناه. أول شيء، كنا قد ذكرنا في المرة الماضية أنه في عندي هنا Differential استعمال حرف دلتا. The differential of work is said to be inexact because in general the following integral cannot be evaluated without specifying the details of the process. يعني ماذا؟ يعني انه لا يمكن حساب قيمة الورك بدون معرفة specifying the details of process، يعني بدون ان نعرف ما حدث في البحث. فمثلا لو اخذنا مثال اني اخذت سيارة في الباركينج، ثم وضعت في مكان رقم واحد، رجعت بعد ساعتين وحصلت السيارة في نفس الموقف أو في نفس المكان. هل ممكن أني نقول أنه السيارة هنا سوت شغل أو ما سوت شغل؟ طيب، هنا لسائل أن يسأل كيف نعرف أنها سوت شغل أو ما سوت شغل وأنا ما بعرف إيش حدث بين الساعتين؟ فالاحتمال الأول إن السيارة ما تحركت من مكانها، هذا يعني إنها ما سوت work. الاحتمال الثاني إنه خلال الساعتين هذم تم أخذ السيارة والذهاب بها إلى أي مكان ثم إرجاعها إلى نفس المكان. بالرغم إنه نقطة البداية ونقطة النهاية هم أنفسهم، لكن بما أنه هنا تم تنقل السيارة فهنا إذن في work. ف differential of work is said to be inexact. So what I have to know, I have to know what happened between state 1 and state 2. حتى لو كانت state 1 و state 2 هي نفس state. الديفرنسيال الثاني is said to be exact. ليش؟ لأنه the change in a property between two particular states depends in no way in the details of process. يعني ماذا؟ يعني فقط عشان نحسب الديفرنسيال of property معينة، مثلا زي ما هنا موجود الفوليوم، يكفيني فقط معرفة نقطة البداية والنهاية. فالفوليوم لو قلت لك هل في تغيير في الفوليوم بين نقطة البداية والنهاية، فقط انت تقدر تحسب انه البداية كم كان يساوي الحجم والنهاية كم اصبح يساوي الحجم، تطرح النهاية من البداية، ثم تيجي هنا الديفرنسيال حق الفوليوم ويمكن استخراجه. هل يتأثر لو الفوليوم كبر مثال أو بداية من المرحلة الأولى أو state 1 أو صغار؟ لا، هنا ما يهمني، لكن اللي يهمني نقطة البداية ونقطة النهاية. فهنا كتلخيص للمعلومة هذه، inexact يعني إيش؟ يعني يلزمني state 1, state 2 and what happened the path. Exact فقط يكفيني state 1 and state 2. فهنا راح نقابل ان شاء الله المعلومة هذه inexact differential، راح نقابلها ان شاء الله في الحصة القادمة او اللي بعد القادمة لما نعرف الهيت ايضا. طيب، هنا باش نحاول اني نعمل modeling compression and expansion work، يعني boundary work في system يكون فيه الغاز هو السيستم حقتنا. فهنا consider at the system the gas contained in a cylinder and a piston. يعني ماذا؟ لو أخذت هنا صورة وأخذت عندي هنا الغاز، فهنا الغاز زي ما هو موجود محصور بين البستن والسيلندر. The total force in the piston is PA. يعني ماذا؟ The force اللي موجودة هنا على البستن هذه تساوي كم؟ تساوي pressure في الأي. وكنا قد عرفنا force of pressure، لو تتذكروا لما عرفنا the pressure قلنا هي تساوي the force of vertical vertical force على ال area. فهنا ممكن نستعمل إنه force تساوي the pressure في الأي، يعني في مساحة البستن. Where pressure is the pressure of the gas and A the area of the piston، زي ما قلنا. The work done by the system
As the piston is displaced at the distance dx is pressure A dx is equal B dV. فلو أخذنا هنا صورة جديدة هذا الغاز حقتنا ثم بعد فترة معينة تم تنقل البستن إلى مكان معين فهنا الغاز وهنا الغاز. طيب هنا إيش نلاحظ؟ نلاحظ إيش هنا شباب؟ نلاحظ إنه في عندي هنا displacement dx وعندي الفورس اللي موجودة هنا زي ما قلنا هي الفورس اللي تساوي البريشر في الـ A. لو تتذكروا تعريف الورك يساوي إيش؟ الورك يساوي F dx بما إنه F تساوي pressure في الـ A فتصبح PA dx ثم الـ area في الـ dx راح تعطيني ماذا؟ يعني لو أخذنا الجزء هذا راح تعطيني حجم الحجم هذا راح نسميه dV زي ما موجود هنا where dV is what here? dV is the change in the volume of the system يعني تغير حجم السيستم هنا ما ننسى انه السيستم هو ايش شباب هنا السيستم هو ايش هو الغاز فننتبه هنا انه السيستم هو الغاز طيب يعني لو تحدثنا على سيستم انه غاز محصور بين سلندر اند بيستن يصبح مباشرة انه الورك يمكن كتابته F dx تعريف الاصلي فيصبح pressure A dx فيصبح pressure dV هذا في حالة انه الغاز يكون هو السيستم حقتنا والغاز محصور بين piston and cylinder طيب فهنا نلاحظ انه الورك زي ما قلنا يكتب على شاكلة P dV ويصبح هنا بداية والنهاية حقة الانتجرال between volume V1 and V2 يعني الحجم بداية حقة الغاز ثم الحجم نهاية حقة الغاز فهنا the work is positive when dV is positive فهنا dV positive the pressure دائما positive وتصبح الwork positive dV هنا positive يعني ماذا؟ يعني انه زاد الحجم فهنا نحكي على expansion طبيعي في هنا تمدد للغاز ولما يكون الwork negative هذا يعني ماذا؟ يعني انه dV negative بما انه البريشر positive دائما positive في النيجاتيف تصبح نيجاتيف فهنا نحكي على ماذا؟ نحكي على compression فهنا الwork لما يكون negative هذا يعني انه في حالة compression ولما يكون positive فهنا نحكي في حالة ايش؟ حالة expansion هنا نكون خلصت المحاضرة هذه فقط هل بالإمكان إنكم تعيدوا طريقة حساب الورك لما يكون السيستم حقتنا هو غاز يعني محصور بين بيستن وسيلندر هذا السؤال الأول السؤال الثاني إمتى أو متى يكون في عندي expansion أو compression لو عندي expansion الورك راح يكون موجب أو سالب ولما يكون عندي compression الورك هل راح يكون موجب أو سالب السلام عليكم ورحمة الله.